السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. هلو بونجور، صباح الخير عليكم كاملين. كنسلم عليكم كاملين واحد واحد، وبغيت نقول للمفان اوكي لفان ديالي، كنبغي نقول لكم بليز حتى واحد ما ينشر اي قناه الا ملي تنزل على الباج ديالي، لانه قناتي راه ماشي هذيك اللي كتروجوا لها حاليا. انا ما عرفتش شكون هاد الاخ اللي داير قناه بالاسم ديالي وحط فيها الاغاني. المهم لاشين ديالي مع شركه اللي غادي نعلن عليها قريبا جدا اوكي، واللي غادي تضرب اي قناه دايره الاسم ديالي. دونك انا اللهم اني قد بلغت، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انا باقا ما عطيتكمش القناه ديالي اللي تروجوا ليها، بليز القنوات اللي كتروجوا ليهم راه فيك ماشي ديالي انا، فهادي بغيت غير نوصل لكم هاد الرساله لي فان ديالي. فنهار غادي نبغي ندير الاعلان لاباج ديالي، النهار اللي غادي نبغي ندير دعايه لاشين ديالي راه غنديرها في الانستغرام ديالي، وغتشوفوها وهزوها ديك الساعه وبارطاجيوها اوكي. اما اللي كتبارطاجيوهم دابا راه ماشي ديالي اوكي حبيباتي. لوف يو اول، كنحماق عليكم وبس والله. اوكي، وبخصوص لاباج اللي نتوما كترجوا ليها كما قلت لكم راه فيك، وغنزلها لكم بليز سينياليوها باش تحيد. وانا حيت مع الوقت غنبدا نحيد لي باج اللي دايرين بسميتي، وهذا لي شان اللي دايرين بسميتي، مي هادي بغيتكم سينياليوها من دابا اوكي. فوالا، كنحماق عليكم لانها ماشي ديالي، دونك اللي ماشي ديال دنيا خصكم تحيدوها. لوف يو. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.